السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة جيمينج ويز ترياق البحور. أصدقائي المتابعين، هذا راح يكون شعار القناة الجديد. طبعا أنتم معي من البداية في مسيرتي في اليوتيوب، فوايد يهمني رأيكم، تبي تحت في التعليقات حلو. واللي صممت اللوجو صديقة لي، راح أحط حسابها تحت، هي مصممة، فاللي يبي أي شيء منها يتواصل معها. كنا في هالكهف نحاول نطلع ونوصل لأليكس، لأن الفورتيغان خذوها يوم تعورت. اوه أليكس هني. باي فريمان. It is well. Alex Vance clings to the margins. My kin are still some distance away. For now we must not be disturbed. Yeah, well, about that. As long as you're down here, Freeman, maybe you can give us a hand. Let me show you how the antlion sensors work. Got some supplies over here if you need them. Health and ammo, that sort of thing. Okay, قال لي اخذ من الاغراض الموجوده هني. Hey, Freeman, come on over here. This sensor will light up if an antlion's coming down this tunnel. More lights mean more antlions. When a tunnel lights up, we move a few turrets in front of it. Pretty simple, eh, Doc? Hey, Doc. On your way here, you weren't followed, were you? Don't listen to him, Doc. We're on edge because this place is riddled with antlions. The board says as long as we don't step on their grubs, they shouldn't hear us this far from the nest. Yeah, well, that's a theory I'd rather not test. We're down to our last two turrets, and even these are held together by baling wire and duct tape at this point. Nice to have them in a pinch, but I wouldn't exactly trust them with my life. Hey, Griggs. You might want to show Dr. Freeman where we keep the supplies, huh? Oh, yeah. Down there by the vault. Everything you need for doctoring. They're coming. One life. Let's move. We have to defend the vault. Okay, لازم أساعدهم. الأنتلاينز يهجموا عليهم. أوه، شنو هالشي؟ واو. ما كنت أدري من تحت في عليها الشعار. بسم الله، شفيك. اوه، في انت لاين زي من الصوب. We got the breach. We'll be okay as long as I stick to one tunnel. Dr. Freeman, you take care of the turrets. اعتقد وضعهم اوكي. اتمنى. بتمنى اتفرج شوي اذا في شيء اخذه. مثلا احطهم هني عشان اذا جو الانت لاين ينفجرون. اوكي، عندنا هالنفق. شي حلو انهم راح نسوي لهم شي سيستم عشان يعرفون اذا الانتلاينز بيهجموا عليهم من اي صوب بالضبط. اوكي، بعضكم قال لي انه يبيني العب اللعبة مهكرة عشان يكون عندي رصاص لا نهائي واسلحة متعددة، لكن انا صراحة ما احب العب العاب مهكرة. ليه؟ لاني ابي احصل الاتشيفمنت والتروفيز وهالامور من ستيم. اذا لعبت لعبه مهكره ما راح اقدر احصل هالاشياء. بصراحه احب اخلص الالعاب بصعوبه، يعني يكون في نوع من الصعوبه. قاعد يتهاوشون، ما يشوفون حق بعض. اوه، من الصوبين. يا الهي، اوكي، معناته هالمره لازم انا اشارك في المعركه. وني حاط لي رصاص، فانا راح استخدم هالرصاص. انا بروح اوقف هني، اعتقد افضل، لان هناك هم اثنين. اوه، اوكي، هني بخلي الهاي وانا هني بوقف اقاتل. خليت السلاح هناك ان شاء الله يقدر نهوى يقاتلهم، وانا من هالصوب بقاتل. لا لا تقتلوهم أرجوكم. زين، شلون زين شلون؟ اوكي، بحط هاي هني.
أنا بوقف هني. خلاص؟ اوكي اوكي الوضع ما صار، شكلي لازم اوقف هني او ما ادري شو لازم اسوي صراحة. يعني ليه ما كان عندكم اسلحة اكثر توفرونهم الرشاش اللي يدور بروحه؟ والله صح احنا بخير الحين. اتمنى تكون هاي اخر دفعة. أعتقد خلصنا. ما خلصنا. بلش صار. فورتيغاند. الحمد لله وصلوا يا أخي، كنا بنموت. يلا اوكي، شوف شوف شلون الوضع من كل صوب. والبورتكانت يا أخي عجيبين. شلون يقاتلون والله عجيبين يا اخي، ما صار اخذهم وياي باقي اللعبة. Make the journey to seek the extract deep within the nest in the sacred nectarium, but I cannot hope to bring it back alone. We must remain to keep the Alex Vance alive. Please, Freeman, join me. Yes, Dave. Yes, there is no finer just companion. So well stated. My God, I could not ask them. Okay, yalla. لازم نروح العش اللي هو بيت الانت لاينز. كان قال حقك معناته شي راح يكون صعب. عجيب يا اخي، ترى هاي الكائنات الفورتيغانت هم نفسهم اللي كانوا يقاتلونا في الجزء الاول على فكرة. يبيني انا اروح اول فهم هالكائنات، احنا كنا نقاتلهم في الجزء الاول عقب صاروا من حلفائنا. بما ان الكومباين هو عدونا المشترك، هذا هو الطريق الصحيح في اكمال المهمة. The
لا يقاتلوني يا أخي في أماكن ضيقة أو مكان مفتوح. زين وخرت بسرعة يا أخي، بس راح نطيح تحت. معنا في دري يطلعني، بس خد كل شي أحتاجه، ما أحتاج أنزل. زين هاي أشكرها كلهم أعداء، ف أقوم من الحين. تنسون نفسكم ميتين، أدنكم أحياء أيها الزومبيز. قتلناهم كلهم بنجاح. اوه صاير فيهم. لا على هذا والله، ليش يطلع صوت ياهل يصيح؟ اوه لازم ابطل هالبوابة. يعني ما قام اليوم قربت منه، من ساعة اتمشى عادي. اوكي شكلنا بنفصل عن بعض، شكلي لازم انا اروح عنه وبعدين هو. الى اللقاء. ليش ما يتحرك؟ لازم احط وزن. اوكي لحظة، هاي في اغراض. يلا اروح علينا. وصلنا الوجهة، ناخذ علاج. ما ادري من وين حصلت باور ارمر، ليش قاعد يروح عني؟ شنو يعني هذا اللي سويته الحين انا؟ اوه في اغراض تحت. اوكي يعني يمكن لازم احط فيه وزن عشان ما يروح عني يوم اشغله. هنجرب. نخفف الوزن عشان يروح فوق، ما بيتحرك من ساعة راح عني الحين. وما صدق بعد مرة. اوكي الحين بطلع الباب عشان يقدر يدش شوي يساعدني، او عشان نكمل الطريق بالاصح. شكرك. اخ خلني اجمع الاغراض اول شي وبعدين
اوب ما كان قصدي شي يستوي. راحوا علي لغاية صح؟ الفور آمر اللي كان في العربي زي اوب. واو اخ ليش في اشياء قاعد تطيح علي؟ اشلاء من الكائنات. اي اقتله لو سمحت. اوه من الصوبين مسكين. انت اوكي؟ اوكي لازم نروح فوق. مو من هالصوب، من هالصوب. يقدر يتسلق دري هو؟ Parade of constant obstacles. ما يقدر يتسلق هو. يعني أنا بكمل الحين بروحي. ممكن لازم أسوي طريق نفس مساعة. أدور طريقة يقدر هو يكمل وياي. أوكي لازم أدوس هالشيء هناك عشان يكسر الخشب اللي ساد عليه الطريق. أوبس. هذا ما له خص. أوكي. مو لازم اكسر شي، لازم انا انزل هني. وين بروح؟ واو اوكي اقتلهم كلهم. لا ما اتفقنا على شي. اوب اوب ماي. اوكي واو اوكي حنتسلق الدري بما اني تأكدت اني اخذت كل شي تحت. شنو هذا الانفجار؟ واو حمد الله وخرت. هذا شحن في راسي. ما في شيء زيادة راح ينفجر؟ أنا عارف أكمل ولا أنطر. خرحتني. أوكي. أوكي. تقدر نكمل هني. هناك طريق مسكر فهني هو الطريق. عندنا انت لاينز نكمل في الانفاق اللي يسمعوها الانت لاينز بما ان هاي المكان اللي هم ساكنين فيه. مقدرين يروحون بسبب هالجهاز. انا بنط بروح هناك. اوكي اذا ما يدرون يوني يقدرون. شال هبل كان ما يصير يوني. مسكين واحد من ربعنا ميت. خليه مع الاغراب عقب اشوف شو السالفه. اكتب شوي بسرعة. اي منو بعد بقى؟ ما ادري شنو الزر اللي ضغطته. اي لا 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 تعورت يا اخي. ريتر.
من وين جات قنبلة يا اخي؟ ايش صار فيه؟ هاي من صدق قاعد اقاتل انت لين ازب هاي؟ يلا يلا باي يلا ما بتهي؟ هي حرام مسكين ترى ترسله؟ اوكي رايح له. اوه هو اصلا جاي. زين زين حصل له واحد ثاني. مزعجين والله عجيب قوي ترى. اوكي ندخل هني من اولها حد ميت وعنده شوت جان. It brings peaceful thoughts, does it not? سؤالك صعب. بس ما في شيء في هالعالم يجيب أفكار مسالمة أو تحسسك بالأمان. قصدي عالم هاف لايف طبعاً، مو بالعالم الصجي. هاي شنو؟ اوكي العود هاي الله يستر منه. ترى بس شي جربته وصار انا ما كنت ادري ايش السالفه. اسكتوا يا اخي تحسون ان في اعداء وانا ما ادري اذا في اعداء ولا لا. يعني من وين الطريق الحين؟ تجرب اذا صار امشيهم ولا لا. The stuff we seek lies at the bottom of this pit. This shaft connects to the chamber above where my kin sustain the Alex Vance. Once we have the extract, we can rejoin them quickly provided we can restore elevator function. شكلها بنطب روحي، شكلها بنفترق صح؟ بجرب واحد من ثلاث. اوكي بنفترق. قال اذا وصلت ما ادري وين لازم واو لازم احصل طريقه عشان انادي. شكرا على المعلومه. كنت اظني لازم اقاتل هالشيء العود بس حسب كلام انا مو بلازم اقاتله. ممكن تدورين شوي عشان اقدر اعدي. يعني المكان مكسور. اوكي معناته لازم ما قاتل الشيء العود عشان ما ادمر العلاج اللي باخذه منه عشان اعالج أليكس مسكينة. قاعد انزل في العمق يا اخي، هالشيء ما يطمن. مش فيهم الحلقة علي او هالشابتر بالاصح، قاعد يقطوني كل شوي من مكان مرتفع. الناس الميتين بفهم شلون دخلوا هالمكان، ليش دخلوا اصلا من الاساس؟ بل ليش كلها دم؟ كم ما يطمن يا اخي. الحين انا بروحي بدون صاحبنا. اوكي عورني. اوكي قتلته. بل اثنين. لا 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 تقرب وايد. شلون ما مات يا اخي؟
يا حموت. بس ليش في دم يا أخي؟ أخ. أي. ما ليش صار؟ أنا أصلاً ليش دخلت هني؟ كعلاج. مكان وايد هادي يا أخي خرع. وفي طريقة خليكم تسولفون وياي عشان. لا لا منتقاتل ما يصير منتقاتل. هي احنا ربع لازم ما نتقاتل، او احنا مو ربع بس لازم ما نتقاتل. اح حياتي 12 لازم ما قاتله صح؟ اوكي اوكي خلاص خلاص. وال والله من ضربة واحدة نقص حياتي من 100 ل 12. هاي الحارس مال الانت لاينز يحرس العش مالهم. لا مو قصدي امسكهم بلا، هذا قالي لازم اقتله الفورتيكانت. اوكي لازم اكمل هني تحت، يمكن لازم اركض بسرعة. هو راح الصوب اخف او اتمنى ما يطلع في وجهي. حلو حلو حاطين لي هالاماكن عشان نخش نخش منها شوي. اوكي اتمنى ان هالاماكن بعد تختصر علي الطريق، بس المكان مقرف يعني. هو يصيد لهم بشر ويعطيهم عشان ياكلون بشر. اعتقد انهم ما يقدرون ياكلون الا بشر ميتين عشان شي ما يهجموا علي. تعال 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 تعال. اوكي هو راح من هالصوب، هناك عندي فتحة فأنا أركض وأدش في الفتحة ذيك صح؟ في هاي العش اللي يتكلم عنه مساعة، أعتقد ناي هو وصلنا له. قاعد يطلع علي بعد. خلصنا؟ ولا بعد بيهجم علي؟ ما أسمع صوته ولا. إحنا نطلع ونشوف شو يصير. أوف. بيهجم؟ اي والله بيهجم. اوكي بس شكلي هالمرة لازم اروح، يعني ما ادري شو لازم اسوي. هل اقدر اروح بسرعة قبل لا يجي؟ يا رب اقدر يا رب اقدر يا رب اقدر. اوه قاعد يلحقني قاعد يلحقني. ابي فتحة بسرعة. لا 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 خلصت خلصت الاستامنة. اوه اوكي قدرت اعدي. خلصت الاستامنة في الوقت الغلط. يوم خلاص قررت خلصت. زين احنا لازم نطلع واكمل هناك. ما ادري بيلحقني ولا ايش بيسوي. انا بتم اركض بسرعة. المكان قاعد يزلزل. شيرت شيرت شباب ما اقدر اتحرك ما اقدر اتحرك يا اخي. اوكي الظاهر جلتش في اللعبة. نكمل مكان ما علقت ان شاء الله ما شير هالمرة بعد. اوكي ما شيرت دعني نفق ادش. اوكي عدينا بدون ما شير. حسب تجربتي من ساعة يوم شيرت تميت اثور فيه خلص كل الرصاص اللي عندي. واضح انه هو ما يموت، فلو مهما ثورنا فيه ما راح يموت. هاها ما تدق. اوه تقدر توصل لي ولا ما تقدر؟ اي قاعد يعورني. لا لا خلاص خلاص ما بضحك عليك. اوه ما بتلحقني هني صح؟ ارجوك لا توترني. اوكي لازم اركض بسرعة يمكن يقدر يلحقني. ما يقدر يلحقني صح؟ اوكي عندنا هني صاحبنا مسكين ميت. اوكي مكان مفتوح. الاماكن المفتوحة دايما شو تقول؟ الألعاب أن احتمال يكون في بوس فايت، معركة مع بوس قائد رئيس وحش عود مخيف. شنو بعد ممكن نقول عن البوس؟ دعني شيء زر نضغط الزر. بسم الله ما يشتغل.
اوه هني في شيء لازم اسويه. ليش ما يشتغل؟ في شيء، اوه في قطعة ناقصة يمكن لازم احطها هني. اوكي لازم ندور هاي الشيء. نشوف هذه السحارة او السلة ونجحنا في العملية. الحين صار هني في ليت اخضر، نضغط الزر ونطلب الاسانسير. While I track it to the source, you have done the hardest work emitting entrance to this chamber. Truly, the life of Alex Vance is in able hands. Okay, معني ما حسيت إن الشيء اللي سويته وايد صعب، بس okay. كلام اللي قلته يعني جميل في حقي. سو السحر مالك لو سمحت. ذكرني في لعبة انفيمس يا اخي، لعبت لعبة انفيمس. اللي يلعبها يقول لي كانت من الالعاب الجميلة اللي لعبتها على سوني او البلاي ستيشن. نحن عشان هالشي من ما يجمع لنا شيء وانت قاعد تاخذ الاشياء مالته. Secretions of the finest quality. Let us return now to the Alex Vance. يلا تعال بسم الله نطفي وجهي. الحين لازم نرجع حق Alex Vance عقب ما حصلنا العلاج لها. هذا راح تكون ردتنا سهلة ولا راح نواجه صعوبة؟ أنا أضغط الزر. ما فهمت كل اللي قاله بصراحة، بس تكلم عن خيانة الأنت لاينز للشعب الفورتيكانت لما كانوا حلفاء من قبل، وبين إيش كثر الإكستراكت أو البذرة اللي حصلناها هي قيمة ومهمة. سكينة شوش كذا متعورة. دكتور فريمان. لا لا جيمان مو بوقتك. I realize this moment may not be the most convenient for a heart to heart, but I had to wait until your friends were otherwise occupied. There was a time they cared nothing for Miss Vance, when their only experience of humanity was a crowbar coming at them down a steel corridor. When I plucked her from Black Mesa, I acted in the face of objections that she was a mere child and of no practical use to anyone. I have learned to ignore such naysayers when quelling them was out of the question. Still, I am not one to squander my investments. And I remain confident she was worth far more than the initial appraisal.
That's why I must now extract from you some small repayment owed for your own survival. See her safely to White Forest, Dr. Freeman. I wish I could do more than keep an eye on you, but I have agreed to abide by certain restrictions. Well, now, listen carefully, my dear. When you see your father, relay these words. Prepare for unforeseen consequences. Sisters, with mortal form is regained, we have a very immeasurable loss. Oh, God. Lie still. Oh, my God. I thought for sure I was dead. The Combine Hunters caused traumatic injury. A hunter. So that's what it was. We knit shattered bone and restored circulatory integrity. Yet it was a free man who retrieved her vortescence. Yeah, that's Gordon. How long have I been out? A matter of hours. Hours? We've got to get moving. A moment longer. But we have to get to White Forest. It's vital. No fear. We will put you on the right road. Now, try carefully to rise. Whoa. I don't know what you did, but I have a feeling I'm lucky to be here. Come then. I will get you on the path to White Forest. Come on, Gordon. Next to me. We will continue our hunt for advisors. Farewell. Go safely. Travel well. هم بيقولين شيء عن جيمان. Now I can limit. I think I can walk on my own now. Let me give it a shot. Yeah. Stiff, but I think I'm okay. في صوت وحش يا اخي بس ما ادري من وين. That was a guardian. Somebody must have done something to piss it off. The guardian is enraged over our theft of the extract. If it tries to hinder our progress, we will have no choice but to kill it. You messed with its eggs? Oh, no wonder it's mad. شو اسوي يا اخي عشان انقذ حياتك؟ أعتقد أن جيمان يبي يستخدم أليكس لمصلحته مثل ما كان يستخدم جوردن لمصلحته. كمل بروحي بس أنا ما راح أكمل لأن خلاص الفصل. كونوا كريمين مع اللايكات والاشتراك ونشر القناة. شكرا لكم على كل شيء. تعليقاتكم الجميلة اللي دايما تونسني. تحملوا بروحكم والله يحفظكم.